تستمر فعالية التمرين الثنائي جسر 17 الذي انطلقت فعاليته يوم الأحد بمشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني والأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث بدأت القوات المشاركة في التمرين بتنفيذ التدريبات والتطبيقات العسكرية لرفع وتيرة التجهيز استعدادا لمراحل التمرين والمختلفة والمخطط تطبيقها. هذا ويأتي التمرين الثاني المشترك جسر 17 من أجل إثراء الخبرات القيادية والقتالية في قوات البلدين الشقيقين وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية، فضلا عن الارتقاء بالجاهزية القتالية وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية، بالإضافة إلى تعزيز العمليات للتنسيق المشترك وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المشتركة. وجرى خلال مجريات التمرين تطبيق كافة الإجراءات والعمليات القيادية والقتالية بأوقات قياسية، وتم تنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارة عالية، اتسمت مختلف التطبيقات بالتوافق والتجانس وروح العمل المشترك الموحد.